وقتاش يجيبوا لنا السيارات؟ يعني منطقة الاستيراد، وإحنا المنطقة نتاعنا هو أنه نخلق قيمة مضافة وطنية، ونخلق في يوم ما قريب إن شاء الله يعني سيارة جزائرية، مش لأنه يلزم لنا سيارة جزائرية، لأنه يلزم الجزائر تدخل في عالم الصناعة والتصنيع، ولا تستغنى على الاستيراد في الكماليات. ما نقدروش نبقاو هكذاك الناس تسبق لي يعني استيراد الكماليات قبل تصنيعها، بين مصنع اللي يخدم الجزائريين واستيراد يعني استهلاكي اللي يفلس الجزائريين. حنا الاختيار تاعنا درناه، ويلزم المجتمع يتفهمنا، واللي ماهوش باغي يتفهمنا ما نقدروش حنا نتفهموه. المنطقة هذا غريب، حنا دفتر شروط هذا تاع استيراد السيارات علاش خلق؟ هو على أساس أنه باش نخلق مصنع حقيقي لتصنيع السيارات يتلزم وقت. حنا عندنا ناس اقترحوا مشاريع حقيقية علامات عالمية، ولكن كي تبدا تبني مصنع حقيقي اليوم ما تكملوش على 24 شهر. يتكلمنا على مصنع حقيقي، ولكن الا باش نتكلموا على الورشات هذوك ولي عنكار هذوك، سي نورمال السيد في 3 شهور قال لك عندي مصنع. وين شفت انت مصنع يعني؟ الحجار بومدين الله يرحمه جاب فيه شحال، رايسن فيه شحال، 18 شهر 36 شهر واموال عموميه، وذاك الوقت كان عندنا الكفاءات هنا، وكان عندنا الاعانات من الخارج. اليوم يجي واحد يقول لي في 3 شهور نديروا زين. احنا قلنا من توجد هذه السيارة الجزائرية والسيارات الجزائرية، إلى كثروا مصنعين، إلى شافوا الحاجة إلى السوق الجزائرية وإلى الاستثمار في الجزائر، يعني إلى عندنا تنافسية في الأسواق، من يوجدوا قلنا نفتحوا السوق. يعني ستان بالياتيف، لأن الجماعة غلقت السوق، غلقت الاستيراد المباشر، وش ما عوضاتوش بالتصنيع، عوضاتو بالاستيراد المقنع.